يقول السائل: معلمة بناتي إنسانة متدينة وفيها صلاح وتحثهم على الخير دائما، سؤاله: إذا قمت بإرسال هدية لهذه المعلمة وكتبت عليها من فاعل خير ولم أقم بذكر اسمي، هل يكون هذا إذا كانت المعلمة لها راتب تتقاضاه فلا يجوز لها أن تأخذ الهدية. أما إذا كانت تدرس الطالبات وتأخذ منهن قدر ما يكفيها لمصروفها فلا مانع من ذلك. كان المدرسون إلى عهد قريب كانوا يدرسون الطلاب القرآن ويأخذون منهم، لأن ما عندهم شيء، يأخذون شيء يستعينون به على تفرغهم للتدريس. نعم. أما إذا كان له راتب فلا يجوز يأخذ شيء. نعم.